الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تراجعت أسعار خامي البصر المتوسط والثقيل اليوم الثلاثاء بأكثر من 3% مع انخفاض أسعار النفط عالميا، وانخفض خام البصر المتوسط المصدر لآسيا بنسبة 2.85% ليصل إلى 75 دولارا و57 سنتا للبرميل، فيما انخفض خام البصر الثقيل بنسبة 3.7% ليصل إلى 70 دولارا. وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع بداية الأسبوع الحالي مع ارتفاع مؤشر الدولار ومؤشرات اقتصادية غير جيدة في أوروبا وأمريكا قبل أن يعاود الارتفاع يوم الثلاثاء. قال مسؤولون في العراق إن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا تسبب في توقف العمليات في مركز تصدير النفط الرئيس بميناء جيهان التركي، وعطل تدفق النفط الخام المهمة من العراق وأذربيجان. وقالت وكالة تريكا للشحن إن خط أنابيب باكلو تيفلس جيهان في ميناء جيهان الذي يصدر النفط الخام الأذري سيغلق حتى يوم الأربعاء في انتظار تقييم حجم الأضرار. وقال مصدر بقطاع النفط لرويترز إن حكومة كردستان العراق تضخ 400 ألف برميل يوميا، وأن حكومة العراق تضخ 75 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب. وأضاف المصدر بقطاع النفط أن أغلب شركات إنتاج النفط لديها سعة تخزين تكفي لعدة أيام، لذلك يجب أن يستأنف إنتاج حكومة كردستان العراق في الأجل القريب. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين والمخاوف بشأن نقص الإمدادات بعد إغلاق محطة تصدير رئيسة بعد زلزال في تركيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.93% إلى 81 دولارا و74 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.11% إلى 74 دولارا و93 سنتا للبرميل. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إنها تتوقع أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام من الصين، مضيفة أن الطلب على وقود الطائرات آخذ بالارتفاع. أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك في لبنان ستبدأ إضرابا مفتوحا للمطالبة باتخاذ إجراءات لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد. وأوضحت الجمعية أن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين. وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير قانون الكابيتال كونترول الذي يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، إلى جانب قانون إعادة هيكلة المصارف. كشف تقرير لصحيفة جيدلينغ البريطانية أن بريطانيا شهدت ارتفاعا قياسيا جديدا في أسعار البقالة بلغت نسبتها 16.7% وهي أعلى نسبة تصل إليها منذ عام 2008. وذكر التقرير أن المواد الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في سلسلة المتاجر المجمدة ضمن مناطق أرنولد وكالترون هيل بنسبة 10% منذ كانون الثاني عام 2022 وهي مستمرة بالارتفاع. وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تطلق فيه هيئة المنافسة والأسواق البريطانية مراجعة لأسعار السوبر ماركت كجزء من برنامج عمل مستمر لمساعدة المتسوقين على تحديد أفضل قيمة مقابل أموالهم. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.